أنا بال نتيجة الفراغ للقضية، القضية المهدوية عندهم حجين، القضية المهدوية عندهم قضية فارغة. نعم. فارغة من محتواها، من محتواها. لذلك الآن تأتي إلى السنة تجدها تخبط، كيف تميز المهدي الصادق على المهدي الكاذب؟ ما يعرف. طيب شنو صفات هذا المهدي؟ ما يعرف. طيب ولد أم لم يولد؟ ما يعرف. هذه أسئلة كثيرة جدا. طيب المهدي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعلم، طيب هذا العلم من أين تلقاه؟ من الذي علمه؟ من الذي هيئه؟ من الذي أنشأه؟ طيب من أين تعلم؟ من الذي يخبره أنه هو المهدي؟ من الذي يخبره بأوان ظهوره؟ ها؟ كيف تتم البيعة له؟ بأي طريقة؟ أسئلة كثيرة محيرة ما يجدون عنها جوابا أبدا، والله العظيم ما يجدون عنها جوابا. ذاك تجدهم يتخبطون. يعني المهدي الذي هو متمم لرسالات الأنبياء، الله تبارك وتعالى بعث النبيين يقول يحكم بين الناس بالحق، بعثهم لتحقيق الحق، لتحقيق العدل. هذا الرجل يأتي ها ليتم حلم الأنبياء، حلم الأنبياء يحققه، ما أرسل به الأنبياء ولم يتحقق هو يحققه بيده، يقيم العدل على الأرض، زين يملأها قسطا وعدلا. يجي واحد يقول لي هذا محمد، يعني حلم الأنبياء محمد بن سلمان؟ بالله عليك، تتمت الأنبياء، رسالات الأنبياء يتمها محمد بن سلمان يا أخوان. أحسن سين، الله يبارك فيك. تفضل شيخ عبد الناصر، تفضل مولانا الكريم. سيد عبد الناصر، عفوا سيد عبد الناصر، تسمعني سيد عبد الناصر؟ سيد عبد الناصر، سيد عبد الناصر ما عندك صوت، انت ما تسمعني، هذه في مشكله باتصالك. تفضل اخونا من العراق، من العراق اللي اقوم اثنين بالاخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حاج واحد عندي سؤال قراني، اذا يمكن ممكن اطرحه او لا؟ لا، اذا خارج البحث احنا عندنا بحث اخونا. نعم. شكرا جزيلا. نعم خارج البحث. شكرا. مع السلامه. تفضل اخونا احمد السني. السلام عليكم. كم سلام ورحمة الله وبركاته. يا حجي وعد. نعم. أنا أحمد من تونس. أحمد شنو؟ أنا معكم. نعم. أحمد من تونس، من تونس. نشرف بك. نشرف بك أخونا، نشرف بك. وأنت كنت تعرف في تونس ما عندناش مساجد، ما عندناش شيوخ، الشيعة ما عندناش معناها كتير، معناها مفتحين كتير على الشيعة، معناها المساجد ما فيش، ما فيش أي معناها شيوخ، ما فيش. أنا أريد أتشيع بس ما لقيتش الطريق. الآن الطريق هذه الفضائية وبرنامجنا، وتعلن التشيع من خلالها. بس أول شيء شنو الأسباب، تشرح شنو الأسباب، وبعدين السيد الله يحفظه يلقنك الشهادات وتعلنها وتصرخ فيها، وهذا يوم خميس إن شاء الله. بس ممكن تشرح لنا أول خطوة شنو اللي كانت؟ أنت الآن عرفت أن الشيعة هم على حق. الشيعة على حق، بس عندي مجرد شك. ها يعني بعدك ما عارف الشيعة على حق، الآن لازلت سني وعندك سؤال. أي تفضل. عندي معنى حاجز بيني وبين التشيع في معنى شك بسيط. تفضل اسأل. تفضل. دورت معنا في كتب الشيعة أن سيدنا علي، أريد معنا سيدنا علي كل المظالم الذي ظلمها من الشيخين، أو في كسر ذوى زوجته، أو في إسقاط ابنه، أو معنا أردت أن سيدنا علي معنا في رواية صحيحة، معنا صحيحة السند، يحكي على مظلومية واحدة بس. طيب اولا والله شهيد على ما اقول يا ماشي ماشي شيخ ماشي. الامام علي عليه السلام يوجد كتاب اسمه الاحتجاج، في هذا كتب شيعة، ويوجد عند السنة عند الطبراني وعند الهيثمي، هذا اللي خلفي مجمع الزوائد. انا اروي لك ثلاث امور من حفظي الان. اولا، في هنالك في نهج البلاغة خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام، يقول أتذكر الخطبة 36 رقم
إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن، ويذكر فيها في هذه الخطبة لماذا هم يزحزحون من أماكننا التي رتبنا الله تبارك وتعالى فيها. كتاب الاحتجاج، وأورد في المجلس في بحار الأنوار هنالك مجلدات كاملة، كتاب الاحتجاج هذا الكتاب من مجلدين فيها احتجاجات أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه الكتاب مرتب أنه احتجاجات النبي صلى الله عليه وآله، احتجاج على النصارى، على الكذا، على الزنادق، على الملاحدة، على كلا، أنه باحتجاجات أمير المؤمنين، احتجاجات الحسن، وهكذا الأمة. فتجد فيه احتجاجات أمير المؤمنين عليه السلام، إضافة إلى كتاب الغدير للعلامة الأميني ذكر فيه احتجاجات أمير المؤمنين وناقش فيه حديث الطير وغيره. أنا أتكلم بسرعة أعطيك المصادر وترجع له، ومستعد أفصل في هذا الأمر. أما من كتب السنة، من كتب السنة فهنالك رواية صحيحة السند، وهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي. الرواية ماذا تقول؟ تقول أن أمير المؤمنين عليه السلام جاء له رهط وفيهم أبو أيوب الأنصاري، فقالوا له السلام عليك يا مولانا، فالإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال وكيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب؟ قالوا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من كنت مولاه فهذا علي المولى. شنو تفهم من هذه الرواية؟ تفهم من هذه الرواية أن أمير المؤمنين عليه السلام احتج عليهم بظاهر لفظهم، أن ظاهر اللفظ لابد وأن يكون أنا الإمام حتى تقولوا لي السلام عليك يا مولانا، لأنكم عرب وغير مملوكين، لأن المولى وانكحوا الأيام شلون والصالحين الأيام والصالحين من عبادكم، نسيت الآية. نعم. شنو سيدنا وانكحوا الأيام والصالحين. نعم. والصالحين وانكحوا الأيام الصالحين من عبادكم. من عبادكم. فال المملوك فهؤلاء ليسوا مماليك، فقالهم كيف تقولون لي مولى وأنتم قوم أحرار عرب؟ قالوا له لا، راد أن يثبت ويحتج عليهم. قالوا له لا، لأن النبي قال أنت مولانا، يعني الأولى بنا من أنفسنا، فاحتج عليهم بطريقة ذكية سلام الله عليهم. أما بالنسبة إلى قضية ظلامة أبي بكر وعمر وعثمان لحق أمير المؤمنين عليه السلام، وتطرقت إلى مسألة قضية الزهراء عليه السلام، شوف أخي أنا أكلمك كلام العقلاء الآن، كلام العقلاء، هب أن قضية الهجوم على بيت الزهراء كلها كذب، وهب أن الشيعة هم من اخترع هذا الأمر، والشيعة كذبوا في هذا الأمر، طبعا سيسجلوها يقولون، أنا أقول هب، أفرض فرضية. الآن هل عدم الهجوم يصحح خلافة أبي بكر؟ يعني هل متعلق الحق في هذه القضية ولا في أنه قبل الخلافة وهي ليست بحق له؟ أمس ذكرت حديثا، الحديث موجود في البخاري، أن النبي عين عليا أمير المؤمنين أميرا على هؤلاء في حياته، وعمر تمنى أن يكون هو الأمير المؤمنين، هو أمير المؤمنين، والنبي قال غدا لو أعطينا الراية لرجل يحب الله ورسوله، فعمر قال تمنيت أن أعطاها، فأعطاها لعلي بن أبي طالب اللي سماها عمر الإمارة، اللي سماها عمر الإمارة. واحد. اثنين، أخونا الكريم، النبي في حجة الوداع، في حجة الوداع بمعنى يسموها وداع،
يعني النبي راحل إلى ربي، ومتى بعد أن رجعوا من الحج، واللي يرجع من الحج المفروض كمن ولدته أمه، تتفقوا يا أن الذي يرجع من الحج كمن ولدته أمه ولا لا؟ أكيد أكيد. زين، هاي كلمة الأكيد اللي أنت تعرفها النبي يعرفها ولا ما يعرفها؟ النبي يعرفها بدليل أنت عرفته وأنا عرفته، فالنبي من باب أولى يعرفها. سؤال خلي نسأل عقولنا، ليش النبي عندما رجعوا من الحج وكلهم مع النبي يحجون مع النبي، يعني مع البركة مطلق البركة مع النبي، ليش يجي يقول لهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه؟ يعني حب علي بن أبي طالب في قضية أن منافقا بغض علي بن أبي طالب عليه السلام، وهذا المنافق أو الذي يبغض المفروض عندما رجع من الحج رجع قلبه أبيض، خلاص الحج طهر قلبه من بغض علي وحج مع النبي ورجع مع النبي ورجع بقلب أبيض، ليش النبي وقف صاحب القلب الأبيض ويقول له يا أيها القلب الأبيض حب علي بن أبي طالب؟ ما هو قلب أبيض، والله قال إنما محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار شدوا على الكفار رحماء بينهم، والمؤمن أخو المؤمن، إنما المؤمنون أخوة، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه، وغيره وغيره وغيره، مثل المؤمن كمثل إلى 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 آخره. طبعا كلها عندهم، ورجعوا قلوبهم طيبة ومعهم القرآن، وأبد في آخر حياة النبي والنبي يوقفهم مع قلوبهم البيضاء كمن ولدتهم ويقولهم حبوا علي بن أبي طالب. إذن المسألة ليست محبة، لأن يصير عبث، مثل ما أنت الآن مثلا مدرس رياضيات، مدرس رياضيات تدرس كلية، وأنا أجيك أقول لك عندي لك اختبار أمام الناس الآن، تقول لي شنو الاختبار؟ يقول لي سأختبرك أمام الناس، أقول لك 1+1 كم؟ يصير ولا هذا سخرية بيك وأنت أستاذ بالرياضيات بدعوى أنني أريد أن أختبرك هل تعلم أو لا تعلم؟ أنت أستاذ رياضيات أريد أن أختبرك هل تعلم أو لا تعلم؟ أقول لك يلا أمام الجميع قل لي 1+1 كم؟ فالنبي صلى الله عليه وآله عندما رجعوا من الحج احتج عليهم وأثبت، ولذلك قال ستغدر بك الأمة من بعدي، وهذا حديث صحيح اللي يسموه حديث خاصف النعل، فقال له أبو بكر أنا، قال لا، قال عمر أنا، قال لا، قال ذاك خاصف النعل ستقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين. فعلي احتج. وأما الأحداث الأخرى إذا حدثت وإذا لم تحدث لا تغير من المعادلة الحقيقية شيء، نعم تضيف إلى الحق حق، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة نأتي، هل ثبت هذا الأمر أو لم يثبت؟ الآن قلنا ولو لم يثبت في شيء آخر ثبت. الآن نجي لمسألة قضية الزهراء عليه السلام، هل ثبتت أو لم تثبت؟ جواب نعم ثبتت. دليل على هذا الأمر، أولا أصل القضية في البخاري، أصل القضية أنه الله تبارك وتعالى قال في كتابه إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، هذا قاعدة. الله قال الذي يؤذي الرسول تؤذي الرسول تلعن، قاعدة أبدا، أذية الرسول لازمها اللعن واللعن لازمها أذية النبي. جاء أبو بكر فآذى فاطمة، هذا في البخاري، وفاطمة يريبني ما يريبها، يعني غضب الله يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. فأصل القضية هي أن فاطمة ماتت
وهي غاضبة واجدة، هاي في البخاري على أبي بكر، فأصل القضية موجودة. خلال قبل موت النبي توجد قضية أخرى ذكرها غير البخاري، نعم شيعة، نعم سنة، نعم شيعة من هم؟ كل الكلام من حفظي يتكلم. الشيعة في كتاب اسمه دلائل الإمامة للطبري ذكر بسند صحيح أن الهجوم على البيت الزهراء عليه السلام، قضية إغضاب فاطمة موجود في دلائل الإمامة للإمام الطبري اللي هو هذا الكتاب، هذا الكتاب موجود به، لكن أنا للسرعة هذا موجود. وفي كتب السنة موجود في كتاب اسمه مصنف ابن أبي شيبة واللي هو شوي بعيد عن الكتاب، أن في مصنف ابن شيبة أنه هم بالإحراق، هم بالإحراق. وفي كتب ابن تيمية منها كتاب منهاج السنة اللي هو هذا الكتاب، هذا الكتاب يقول أن غاية ما يقال أن أبا بكر كبس بيت فاطمة ليرى هل فيها من مال الله، يعني إحنا قوة أمنية عملنا كبسة ليلية على بيت لأن نرى في بنك سرق، نرى هل موضع دليل الجرم هل هو موجود ولا لا، فكبسنا بيت فاطمة لنرى هل به مال أو مال، يعني فاطمة والعياذ بالله عندهم مثل الحرامية تجمع المال الحرام هل فيه مال ليس لهم. وهذا الكلام موجود في كتاب منهاج السنة. 3-4-5 ابن تيمية وغير ابن تيمية إنه هؤلاء فرخوا لنا أناس يلعنون عليا ويلعنون أهل البيت، أهل البيت، ومنهم كما ذكر أبو يعلى في مسند أبي يعلى قال مروان بن الحكم أشهدوا أنكم، وحسين سليم أسد كما أذكر من بالي صحة قال أشهدوا أنكم أهل بيت ملعونون. فأنت الآن القضية أمامك، هذه كلها مستعد بنصه وفصه، أستخرج لك الكتب وأعرضها على الشاشة وأنا ابن علي، لكن أنا تكلمت من حفظي حتى على السرعة وأوقفك على الحقائق، وأنت قلت لي عندي شك، وأنا أمام الله تبارك وتعالى بينت لك، وسواء تشيعت أو لم تتشيع مكانك بين عيني متصل محترم وأخ كريم، وأسأل الله أن يبارك لك في وقتك وفي عمرك وفي ذويك وفي مالك، وأسأل الله أن لا يفارق بينك وبين أمير المؤمنين عليه السلام طرفة عين، رحمة الله على والديك. مشكور يا شيخ، هو سجل كل اللي أخبرتنا عليه الحين، حشوف كل هذا وإن شاء الله منكم بكرة ولا بعد بكرة هرجع أصعد عنك، ومشكور وأخذت لك من وقتك. خادم، الله يوفقك أخونا الكريم، رحمة الله، الله ادعوا له أخواني، الله يوفقك إن شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب سيد عبد الناصر موجود؟ موجود حجينا، مكتوم. السلام عليكم. عليكم السلام. لا لا ما عندنا كتم الآن، كان مشكلة بتليفونك، تفضل سيدنا. سلام عليكم. عليكم السلام سيدنا الكريم، كيف حالك حجينا؟ إن شاء الله بخير. أخونا السيد ميسم، والله مرحبا مرحبا بعودتك، زمن تأخرت علينا بعد المشاركات الطيبة. سيد إن شاء الله موجود معكم إن شاء الله من الآن فصاعدا. يا الله يا الله، الصوت واضح، الصوت واضح واضح وروعة، جزاكم الله خيرا. الله حجينا، أولا نبارك لكم ولادة سيدة نساء العالمين أم أبيها الزهراء عليها السلام. أولا سلام.
ثانيا حجينا والله سؤالك هذا سؤال محرج جدا وغير قابل للإجابة إطلاقا. يعني بدلة معرفة مهد معرفة مهد السنة. نعم أقول لك نبدله نبدل السؤال شو نسوي؟ حجينا لن يستطيع أحد من لو افترضنا وجود علماء يعني لن يستطيع أحد من السابقين واللاحقين إلى أن يظهر المهدي عليه السلام أن يجيب على هذا السؤال. هذا السؤال مشكل جدا. لماذا؟ لأن يعني إخواننا حبايبنا وأهل السنة يعني لما لم يجدوا جوابا لهذا شكك معظمهم في أحاديث المهدي، مع أن أحاديث المهدي متواترة في كتب أهل السنة طبعا. أقنى أجل الجبهة أقنى الأم مليارات الناس من الموجودين فيهم نفس الوصف، يبايع له بين الركن والمقام، بويع لجهيمان العتيبي بين الركن والمقام وقتلوه. اسمه محمد بن عبد الله، جاءهم محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن الحسن المسمى بالنفس الزكية وقتلوه. لن يجدوا وصفا للمهدي عليه السلام إلا إذا وجدوا وصف أسلافه. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول الأئمة 12 إماما، الخلفاء 12 خليفة، لا يكون الدين عزيزا في وجود 12 إماما أو أميرا أو خليفة. من هم؟ لابد أن يجمعوا هؤلاء الإحدى عشر السابقين للإمام المهدي حتى يتعرفوا على المهدي عليه السلام. لا طريق لهم إلا بهذا الطريق حجينا، لابد أن يعرفوا من سبقه. هل الذي سبقه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد وإلى هشام بن عبد الملك، أم أناس غيرهم؟ لابد أن يعرفوا من سبقه حتى يتعرفوا عليه. كما قال السيد من أين جاء بعلمه، متى يخرج، من يأذن له بالخروج. كل هذه الأمور لن يستطيعوا الإجابة عنها، رغم أن في الأحاديث شيء مشكل جدا ولابد أن ينتبهوا إليه، وهو قول الرسول صلى الله عليه وآله في أحاديث أهل السنة يعني طال عمره أو قصر. شوف طال عمره، وهذه لم ينتبه إليها ولم يعرج عليها أحد من العلماء السابقين ومن المتصلين الحاليين. لماذا الرسول صلى الله عليه وآله يقول طال عمره أو قصر يملك 7 سنين؟ حتى وإن طال عمره يملك 7 سنين، قصر عمره يملك 7 سنين، فلم يتطرقوا إلى هذا. كيف نعرفه؟ يقول كما نعرف المسيح ابن مريم عليه السلام. نقول لا، المسيح ينزل عند المنارة البيضاء في مسجد دمشق، ينزل نزولا يراه الناس فيعلمون أنه المسيح نازل من السماء. كما نعرف المسيح الدجال كما ممكن يقال، نقول لهم لا، لأن المسيح تقولون أنه يقول للأرض خرجي نباتك فتخرج، فالناس تعرف أن هذه علامة له، يقتل الإنسان ثم يقول له قم حيا فيقوم، هذه علامة له. فما هي علامة المهدي في كتب أهل السنة؟ طيب أبقى ويانا سيدنا، أبقى ويانا. تفضل قبل أن أخذ الأخ من مصر، من العراق، تفضل أخونا من العراق، من العراق مكسي.